في عدة عوامل بنحاول نتخلص منها في حتة برضك رهبة النادي الأهلي والبداية اللي في الأول المباراة بيبقى فيه سيطرة من الأهلي، عمل ما فرقة الإنتاج تبدأ تاخد الوضع المناسب بالنسبة لها، بيبقى بتضرب جول واتنين في كل المباريات اللي أنا شفتها خلال الفترة اللي فاتت دي على جميع المراحل، وبعد كده يبدأ بقى الإنتاج ينظم وقته، ينظم صفوفه ويبدأ يخش في المباراة. فأنا عايز أقول لك إن ما زالت برضك الولاد الصغيرين فيهم رهبة إن هو بيجي يلعب قدام النادي الاهلي، واخد بالك بيلعب على ملعب نجيله، هو بيتمرن هناك على ملعب ترتان، ارضيه الملعب بالنسبه له اول مره بيحس بتقل فيها، بتاخد منه وقت. النادي الاهلي بيقدر يستغل الحته دي في بدايه المباراه، ان اول ربع ساعه تلت ساعه التكتيك اللي بيشتغل عليه النادي الاهلي في مراحله السنيه هو اللي بيعمل تفوق على الفرق الاخرى. الاسبوع بتاع النادي الاهلي ده لما ببقى حاطط ايدي على الشغل فيه واخد بالك بنقدر نقاوم بشكل كبير جدا الاهلي. ويمكن انتوا لاحظتوا الشوط الثاني لما بدانا التشكيله اللي كانت في الشوط الاولاني بدانا ندور نحط الناس اماكنها، بقى في تواجد للنادي الاهلي، تواجد الانتاج الحربي. يمكن النادي الاهلي ما راحش للجول يمكن في حاجات قليله قوي، فعايز اقول لك ان دي خبرات هم الاولاد عندي جهاز فني لازم يكتسبوها. الخبرات ديت انا بحاول احطها حتى في المباريات الكبيره اللي بالشكل ده. انا عايز اقول لك ان الفتره اللي فاتت ديت الامور اتغيرت بشكل كبير. يعني يمكن انت جيت مره وشفت احنا الوحده التدريبيه بالنسبه لنا 3 ساعات، لان احنا فعلا محتاجين شغل كتير جدا في جماعه المراحل السنيه. انا بدات كمان اغير في شكل اجسام اللاعبين، يعني كل الفترات اللي فاتت دي كانوا كلهم صغيرين واجسام ضعيفه و ده مش هيقدر يواكب المرحله اللي احنا فيها، لان مباراه الجمهوريه دوري الجمهوريه دوري قوي وبيعتمد على رقم واحد على الاجسام واللياقه البدنيه، وبعدين بيجي الجانب المهاري، وبعدين بيجي الجانب التكتيك. احنا الولاد دول محتاجين شغل كتير جدا. عندنا 4 فرق بنلعب فيها الجمهوريه. عايز اقول لك ان مشاكلنا كلها بتبقى في الجانب التكتيك، والجانب التكتيك ده بيبقى صعب انك انت في السن ده تقدر تحط جمله واحده يشتغلوا عليها طوال الفترات اللي جايه. فانا بوعدك طبعا ان الشكل اللي احنا عليه ده بيتغير بنسبه 70-80% مع مرور الوقت، وبدايه الدور الثاني هتشوف 4 فرق على اعلى مستوى بالنسبه للانتاج الحربي بنفس المؤسسات الكبيره بشكل كبير جدا. ونتمنى هذا ان شاء الله انه احنا ماشيين في الاستراتيجيه اللي احنا ماشيين فيها في تطوير قطاع الناشئين في نادي الانتاج الحربي. النادي الاهلي طبعا نادي كبير جدا بنكون له كل احترام وتقدير. احنا جايين عاملين حسابنا على المباراه، طبعا اتفرجنا كتير على مباراه في الدوري، لعبنا دلوقتي ده الاسبوع الخامس. كنا المشكله بتاعتنا بس ان احنا كنا في مباراتين باي بالنسبه لنا، عشان في فريق في سي مصر ما بيلعبش وفريق المصري بورسعيد ما بيلعبش، فدي كانوا اسبوعين مريحين. طبعا الملعب بتاع النادي الاهلي النجيله تقيله جدا، ما بنلعبش على نجيل طبيعي، بنلعب على نجيل الترتان، ده هيفرق معانا وان شاء الله في نعوض الكلام ده في الفتره اللي جايه. حارس المرمى بتاعي بيلعب بطريقه لعب من على الارض، اللي لعبنا الكلام ده وحضرتك شفت في الكلام ده والجماهير هتشوف الكلام ده في المباراه اللي احنا لعبناها. الجهاز الفني الكره الحديثه كده وبنلعب كده، واحنا مستقرين على اداء اللعب بتاعنا ما بنغيروش. معانا مدرب محترم الكابتن احمد مختار عامل اداء جيد. السنه اللي فاتت احنا ما لعبناش جمهوريه، اول سنه نلعب جمهوريه. السنه اللي فاتت لعبنا قطاعات والحمد لله كنا ماشيين كويس مع سيراميكا، واحنا كنا الثاني مع الداخليه. الحمد لله جينا الدوري الممتاز، اول مره نلعب دوري ممتاز. في ثقه كبيره جدا في الجهاز الفني، عندنا كابتن ماري همام رئيس قطاع وكابتن عادل عبد الفتاح مدير اداره النشاط الرياضي. سيبنا كل الفتره اللي احنا بنشتغل فيها، عاملين فريق كويس، الناس كلها هتشيد بيه ان شاء الله الفتره اللي جايه، هنبقى مركزنا متقدم في الدوري. طبعا النادي الاهلي نادي كبير، لعبنا قصاده مباراه فيها ند، هم طبعا عندهم ناس بتخلص. النادي الاهلي بطبيعته عنده لعيبه متميزه، عنده اكتر من لاعب متميز لعبه برده بطريقه جيده. طبعا ما كانش فيه فوارق كتيره جدا، لكن احنا ان شاء الله لان احنا اول سنه خبره في دوري ممتاز بالنسبه لفريق 2003، لكن نقدر نعوض في الفتره اللي جايه باذن الله. والله احنا كنا بنلعب فريق كبير زي النادي الاهلي وكيان كبير النادي الاهلي. اي نعم احنا كنا متفقين ان احنا نازلين نلعب على 3 بونت، وكنا مش موفقين شويه، ده رحنا على الجون على فترات، ما كناش مستمرين يعني في الضغط جامد، ريحنا شويه كتار. النادي الاهلي استغل الموقف دوت واستغل الوقت اللي احنا وقعنا فيه وضغط وجاب جونين. النادي الاهلي فريق كبير جدا، واحنا كنا مقصرنا النهارده واحنا عارفين اخطائنا، بس الحمد لله يعني احنا نركز في اللي جاي باذن الله، وربنا يكرمنا باذن الله في اللي جاي، واحنا ايد واحده وان شاء الله ان
شاء الله يعني نركز في اللي جاي ونكون عند حسن ظن الجهاز، كابتن وليد الشناوي وكابتن احمد مختار وكابتن ماهر همام وسياده العميد عادل عبد الفتاح، وان شاء الله ربنا يكرمنا في اللي جاي باذن الله. الحمد لله احنا برضو بنقابل فرقه كبيره زي النادي الاهلي، واحنا برضو الحمد لله عملنا اللي علينا وما كانش فيه توفيق، والحمد لله والفتره الجايه احسن باذن الله، واحنا اول مره برضو نلعب جمهوريه فلسه ان شاء الله الخبرات مع هنجيب ان شاء الله.